متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. بشكل عام هناك تغييرات جذرية مرتقبة على الحالة الجوية في المملكة، خاصة بعيد منتصف هذا الشهر أيضا وبالتزامن مع يوم عرفة المبارك. نستعرض معكم السبب العلمي لهذه التغييرات الجوية. بالعادة في فترة فصل الصيف يسيطر على عموم مناطق الجزيرة العربية بما فيها أيضا بلاد الشام والعراق مثلا ما يسمى بمرتفع جوي مداري المشار إليه بهذا اللون، والذي يسيطر الآن على مناطق شاسعة من شبه الجزيرة العربية. هذا المرتفع الجوي المداري يتحرك أحيانا في منتصف الصيف بعض الشيء نحو الشمال، وأيضا تتحرك معه كتل هوائية حارة باتجاه المنطقة الشمالية، ولكن هذا التحرك لهذه أو هذه المنظومة التي تتحرك نحو الشمال تسمح أحيانا وفي بعض فصول الصيف ليس في كل السنوات على اندفاع موجات شرقية تكون ذات رطوبة مرتفعة كبيرا باتجاه جنوب شرق الجزيرة العربية، تشمل سلطنة عمان وأحيانا الإمارات ومن ثم أجزاء واسعة من جنوب شرق المملكة العربية السعودية، ولاحقا تمتد إلى أيضا اليمن وتصل في وقت لاحق أيضا إلى مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية بما فيها أيضا مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات عسير وأبها وجزان، بالإضافة لمرتفعات أيضا اليمن. هذه المناطق جميعها تصبح تحت تأثير موجات رطبة شرقية تأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية، وتحديدا من منطقة محيط الهندي وبحر العرب باتجاه المملكة، وتعرف على حدوث تغييرات كبيرة في الحالة الجوية. هناك أيضا هذا اللون يشير إلى ما يسمى بالفاصل المداري، وهو متذبذب سنويا في مناطق تأثيره. عندما يرتفع نحو الشمال في كما هو في هذه الحالة تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية في المناطق التي يصل إليها، وبالتالي هناك مؤشرات مجتمعة تقريبا على فرصة لحدوث حالة مطرية في المملكة وعموم مناطق شبه الجزيرة العربية. هذا الرسم أيضا يوضح ذلك، فمثلا نلاحظ مع امتداد هذه الموجة الشرقية باتجاه المناطق الجنوبية وبعض الأجزاء الوسطى من شبه الجزيرة العربية، نتوقع أن بعيد منتصف هذا الشهر أن تبدأ فرص الأمطار الرعدية بالتزايد على مناطق عدة، مثلا في مناطق سلطنة عمان الربع الخالي على سبيل المثال، مناطق اليمن، مرتفعات جنوب غرب المملكة، تصل أيضا إلى بعض مرتفعات مكة المكرمة، وبالتالي نحن نراقب بشدة احتمالية وصول الأمطار في موسم الحج وفي يوم عرفة إلى مرتفعات مكة المكرمة. أيضا ربما مناطق نادر أو يندر أن تخطر بها الأمطار قد تتعرض لبعض الزخات الرعدية الأمطار داخل مثلا دولة الإمارات وبعض أجزاء الجنوبية الشرقية الغربية الجنوبية الغربية من قطر. في ذات الوقت يسيطر مرتفع جوي مداري على النصف الشمالي من شبه الجزيرة العربية بما في ذلك أيضا العراق وبلاد الشام والكويت، وهذا الأمر أيضا يؤدي لحدوث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة في تلك المناطق بعكس ما هو متوقع في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة، حيث تنخفض درجات الحرارة هناك عن ما هو معتاد عليه، بل هناك بعض النمذجة العددية تشير إلى انخفاضات كبيرة جدا في درجات الحرارة بالتزامن مع هذه الموجة الشرقية. هذه الموجات الشرقية طبعا لا يمكن البت فيها مبكرا، إنما تكون هناك بعض المؤشرات الأولية، وبالتالي سنبقى معكم أولا بأول حول تحديثات هذه الموجة الشرقية الرطبة التي ربما تؤثر على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. بالعودة للتوقعات وملخص الحالة الجوية يوما بيوم، نبدأ بيوم الأحد. تبقى الأجواء لاهبة في وسط المملكة وفي شمالها، 46 درجة مئوية مثلا في العاصمة الرياض، 42 درجة مئوية في الدمام، تكون 37 في جدة، 39 في تبوك، و30 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر في تلك المناطق. يوم الاثنين لا تغيير جذري على الحالة الجوية سوى تراجع فرص هطول الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة مع أجواء لاهبة في باقي المناطق الوسطى الشرقية والشمالية، درجات حرارة تقريبا ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية وتقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الصحراوية من شمال شرق المملكة، تكون 40 درجة مئوية في تبوك و36 درجة مئوية في مدينة جدة. يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات حرارة في العاصمة الرياض مثلا تصل إلى 47 درجة مئوية، تكون 44 درجة مئوية في الدمام وفي المنطقة الشمالية، تكون 40 درجة مئوية في تبوك و36 درجة مئوية في جدة. تعاود فرص هطول الأمطار تدريجيا مرة أخرى إلى جبال جنوب غرب المملكة وتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية. يوم الأربعاء
تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية بشكل لافت في مناطق جنوب غرب المملكة وعموم المناطق الجنوبية مع بدء تأثيرات غير مباشرة لهذه الموجة الشرقية الرطبة. درجة حرارة 30 درجة مئوية، لكن تبقى الأجواء لاهبة مثلا في الرياض 46 درجة مئوية، 44 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، و40 درجة مئوية في تبوك، و42 درجة مئوية في الدمام. يوم الخميس لا تغييرات جذرية على أغلب مناطق المملكة، لكن تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة في عموم مناطق جنوب المملكة، ربما تشمل أيضا في هذه الحالة في وقت لاحق من هذا الشهر أيضا منطقة شرورة مثلا ومناطق يندر بها هطول الأمطار في هذا الوقت من العام. ويوم الجمعة لا تغييرات أيضا مرة أخرى على الحالة الجوية، أجواء لاهبة في مناطق مختلفة من وسط وشمال وشرق المملكة، وأمطار رعدية متوقعة على جبال جنوب غرب المملكة وبعض المناطق الجنوبية. والمزيد والمزيد من التفاصيل حول تأثيرات هذه الموجة الرطبة سنكون معكم بها يوما بيوم. قبل الختام فقط ملخص سريع لما هو متوقع لهذا الأسبوع من حالة الجوية. بالأمر الأول طبعا استمرار الطقس الحار واللاهب في مناطق مختلفة من وسط وشرق وشمال المملكة، ودرجات حارة لاهبة تتجاوز بها في ساعات النهار حاجة 45 درجة مئوية في مناطق واسعة من المملكة. هناك كما ذكرنا موجة شرقية رطبة تحت المراقبة، ربما تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة وشبه الجزيرة العربية، وبالتالي نتيجة ذلك هناك أيضا مراقبة لفرص متزايدة لحالة ماطرة. هذا كلكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما خير ومحبة، إلى اللقاء.